نرجع بقى سريعا ونتكلم في تشكيله النادي الاهلي وتشكيله مصر المقاصه. كابتن احمد، تشكيله الاهلي. تشكيله الاهلي عوده محمد الشناوي طبعا بعد فتره طويله من الغياب، اعتقد دي حاجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي ومحمد الشناوي ومنتخب مصر كمان. النهارده طبعا راجل يمكن مايح محمد هاني، كريم فؤاد بيلعب ناحيه اليمين، ومحمود وحيد وانور ربيعه وياسر ابراهيم لا خلاف عليهم. الكلام اللي احنا اتكلمناه حمدي وديانج، كابتن دكتور طه طبعا وكابتن متعب، ان احنا حمدي وديانج استغنى عن ثلاثه في نص الملعب، وانا اعتقد ده ذكاء من ماسوماني. محمد مجدي قفشه بيرجع لمكانه الطبيعي. لويس مكسوني النهارده على حساب احمد عبد القادر، وان كان احمد لعيب صغير في السن يعني عنده ان هو يلعب كل ثلاث ايام كل اربع ايام، كان مهم ان هو يحافظ عليه ان هو يلعب لان ماشي في فورمه كويسه وعامل ماتشات كويسه. انما وجهه نظر راجل ممكن يكون شايف ان ده بالنسبه له الافضل. وحسين الشحات بيلعب مكان طاهر محمد طاهر، وحسين طبعا من اللعيبه اللي بتجيب بشكل جيد، ولا خلاف على محمد شريف هو المهاجم الوحيد بالنسبه للنادي الاهلي. انا شايف ان تشكيل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، وان كان كنت اتمنى ان احمد عبد القادر يستمر في الملعب، لاني لعيب برضه لما بيمشي بشكل كويس ومعنوياته بتبقى كويسه اعتقد يفيد بشكل كبير. انما انت قلت في الاول ان النادي الاهلي بقى عنده مجموعه لعيبه كتير موجوده، مين حقيقة موجود مين مش موجود، ما بقتش فرق الموضوع بالنسبة. صح. تشكيله برضو مصر المقصه، محمد مجدي في حراسه المرمى، علي فتحي، احمد صبيحه، احمد منعم، هشام حافظ نص ملعب، علي المصري، محمد محسن، ليلى سيرجي، قدامهم كريم حلاوه، حسام عبد الواحد، ورشيد احمد. كابتن عماد، رايك في تشكيله النادي الاهلي؟ ايه بترقصني؟ انت قريت المقصه وعجبني تشكيل الاهلي. اصل يا كابتن اقول لحضرتك حاجه الصراحه، وانا رايح له كنت اخر قرار اساله على تشكيله المقصه، وبعدين بصيت له كده غيرت رايي. طيب قلت مش مكانه. انت صح والله العظيم يا كابتن، انا عشان عارفه وفاهمه رحت له في حتته خلاص، وربنا يجعلها في ميزان حسناته. والله بحييك على ده، بس ما كنتش فاجئني المفاجاه دي، بس بحييك بس هي مفاجاه حلوه. مفاجاه حلوه. طب اقول لحضرتك حاجه، بس عشان جمهور كان ممكن ياخد 10 دقايق عشان يرد عليا، قالوا لي امر خير ليه. فجاه سهله بس هو وقف على الكوره زياده فكشفها. اتفضل يا كابتن عماد، التشكيل اللي انت رايحك سواء المقصه او الاهلي. الاثنين انا جاهز، ما عنديش مشكله، خليها في الاهلي. اتكلم في الاثنين، خليها في الاهلي. لا يمكن زي ما اتفقنا كلنا دكتور طه وكابتن احمد حسن، يمكن تغييرات النهارده بالنسبه لمحمد هاني وجود كريم فؤاد فده بيريحه، ما فيش اي مشكله خالص. عمرو السوليه كلنا اجمعنا ان الراجل محتاج انه يريحه، والطريقه كمان والمباراه تسمح انه يلعب باثنين ما يلعبش بثلاثه، فعمرو كان يريح ما فيش مشكله خالص. دخول ميكيسوني بتفق مع كابتن احمد حسن، ان عبد القادر لما لعيب بيكون سنه صغير والدنيا ماشيه وحتى هو لسه ما فيش اجهاد يعني ما فيش ضغط عليه مباراه كبير كان لازم يكمل، بس هو الراجل حابب يجهز لويس ميكسون مع انه ما اعتمدش عليه الفتره اللي فاتت خالص حتى في كاس العالم للانديه. ما يعني هي النقطه كلها، لو انت حتى يعني ممكن تلاعب لعيب تاني هتحتاجه بعدين او تحتاجه الفتره دي، بس خلاص يعني ليه وجهه نظر. هو بيريح عبد القادر. حسين الشحات بيلعب على حساب طاهر ما فيش اي مشكله خالص، وبيلعب بقفشه ومحمد شريف، والاحسن والافضل ان هو لعب بقفشه في مكانه، لانك انت لما تيجي تقيم اللعيب قيمه وانت بتلعبه في المكان المفضل ليه. قفشه لما بيلعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بيخسر جزء كبير جدا من امكانياته، لانه بي 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 بيلعب على الطرف، هو لاعب صانع لعب، هو همزه الوسط نص الملعب والمهاجمين، محتاج انه يستلم باريحيه، يستلم في نص الملعب، عنده رؤيه كبيره جدا، وهو اللعيب اللي بيقدر يتحكم في رتم المباراه. في بعض الاوقات انا بحتاج لعيب في الملعب يغير لي من رتم المباراه، اوقات بستحوذ وبنقل من رجل لرجل وهدي الرتم، اوقات محتاج لعيب هو اللي يتحكم ويتحكم في سرعه الرتم. وده يمكن اللعيبه بتحسها داخل الملعب، امتى هضغط، امتى هقف، امتى هحلق، امتى هبدا اسرع الرتم عشان اضغط على المنافس، لا اهدي الرتم عشان احنا تعبانين. دي كلها حاجات بيعملها صانع اللعب، نوعيه قفشه، نوعيه عبد الله السعيد، طبعا ابو تريكه من قبلهم، كابتن احمد حسن بخبراته الكبيره كان امتى يسرع وامتى يهدي، فدي كلها حاجات بتبقى مهمه داخل الملعب. فانا يعني انا شايف ان التشكيله ما فيهاش مشكله خالص. يعني تشكيله المقصه، تشكيله المقصه فيها تغيير في نص الملعب، انت برده يعني حط علي المصري النهارده مكان سعيد. والله العظيم انا عايزك تروح مرضي. والله انا مرضي. ايوه والله انا مرضي، كمل. لا عادي مفيش مشكله. وحط رشيد احمد مكان محمود فهمي، دول التغييرتين اللي موجودين في هيلعب بثلاثه، هيلعب بثلاثه. وحط يمكن رشيد احمد لعيب نيجيري عشان يعتمد على سرعته. صح. لان النهارده هو هيقفل في نص الملعب بشكل كبير جدا، وهيرجع نص الملعب وحاول يستغل المساحات، فعلشان كده حط رشيد احمد لعيب افريقي بيمتاز بالسرعه وبالقوه، ده الطبيعي جدا وطبيعه لعيبه الافارقه.
فعلى ما اعتقد ان دي الطريقه الانسب وده الشكل الانسب اللي يلعب بيه كابتن احمد مصطفى مع مصر المقاصه علشان يحاول يقفل على النادي الاهلي بشكل كبير. كابتن احمد مصطفى تامر مصطفى يعني خلاص بقى معلش يعني كابتن طه كابتن طه راي حضرتك في تشكيله الاهلي ويعني حضرتك توقعت جزء كبير منه. هو يعني المراكز كلها ما فيش مشكله يعني واحد بدل واحد لكن برضه انا يعني بضم صوتي انه عبد القادر المفروض يبقى موجود. الجنب الشمال ما فيش محمود وحيد اللي هيلعب مش الباك شمال بتاعنا معلول. معلول مع عبد القادر بيعملوا توازن في الناحيه الشمال بشكل كويس. النهارده لا ده موجود ولا ده موجود. فالجنب الشمال ده هيبقى متاثر شويه لان ميكوسوني برضو حركته ما هيش بالدقه اللي بيعملها والسرعه اللي بيعملها عبد القادر ولا الحرفنه عبد القادر. تكتيكيا المرور بتاع عبد القادر بشكل كويس سواء في الطرف سواء للداخل لعيب لا يستغنى عنه في فرقه النادي الاهلي. فانا مش بعترض عليها وطبعا هو بيدي فرص لكن انا بتكلم على التوازن لان انت محتاج التوازن في البدايه في التشكيل وتقدر تتقدم في المباراه ثم بعد ذلك ممكن تدي فرص. انما انا شايف ان ميكسوني هم ما لعبوش حتى في كاس العالم للانديه خالص وهو ماتشات كتيره ما بيلعبوش او بينزل جزء بسيط. فالنهارده انت المباراه دي بثلاثه بونت مش مباراه وديه ولا مباراه هامشيه. فمهم جدا كان عبد القادر يبدا ثم بعد ذلك هينزل ديموكيسوني في الشوط الثاني لو تقدمنا. لكن التوازن موجود في طريقه اللعب موجوده 4-2-3-1 وزي ما اتفقنا هو ريح السوليه ونزل كريم فؤاد بدل محمد هاني برضو لان هاني ضغط في الفتره اللي فاتت وكريم فؤاد لعيب كويس. محمود وحيد برضو انا مبسوط ان هو لعب محمود وحيد باك شمال لان هو الوحيد باك شمال الوحيد في اوقات يعني حتى في المباريات اللي كانت فيها الاشبال كان ما بيلعبش. اذا هو تشكيل جيد.